كسر ودا معلومات كي وجودن بيبرق على حي وحيابها كسر عن يا غزة غزة وحي هذا مرتجلين يسميت كم من الدقيمي يقول عصلا أو تني حال ديار ذا هذا قال كإسرائيل كودا المجال لا غزة دقيمتي وجود بدنا ديا غزة كداري ترى ذي وجود بدنا لمشايا للديوان قلي ما أنتوا السنين معلومات كي وجودن بيحال ذا غزة ينفافحين دنا ما ها كسر كرني شن عرين أول الكويت إسرائيل هذا محيين شن تنا عرين أول الكويت لنا عكل وحن فافحين دنا رئيس الوزراء إسرائيل نتنياهو أي حد اللي وعد الدنيا إنه يسكعزل حيلك ما دام وكفش المي كورت جدا قرشها حماس يولي بوير ركيد عاي وعمد فضيحة كونغ دي سردون كإسرائيل على إسكا نتنياهو إذا عزلادي سؤاد كورديسان غاز كإسرائيل وحاليسو ينكو جرا دلال كهرر قلبيت كأما يوروبا عبسوحوغا كمو جينيا إن حالات ده كجير تباريغا دحي إن يوروبا لنو ساميو إيران أو مركن سعادو شاكت إن دقال كيكو صابيري دونتو معلومات كان يكو بكرا يا كيبان كوفا فاهين دونا صاحبيال سوداوادا مركالي نوغو صابيرو قايب كنوكو صاحبادينا فيسبوك ينا يوليبو كوو كوحيران يوتوب كينا حقاك أنكو باللابو وحا موقتا إن حالات ده باريكا دحي مالنتا كدن بيسا يكسي داريسو مركالي يغا قصاراها كرراليا دو قيمها أنكال جوكسيغ اللحين إزرائيل وليه كوو دومانيكا قزاب وحانا موقتا إن قزاي وجيسو ميت كميدا مصيبوين كي وقاتكا وحانا دعا يادو قيمي يغو عصلاه أساعدي يغو دنبيم دياردها الدقال كإزرائيل يا حد سمينيا دو قينتي يغو ويني تانيا حالي وحانا دو قينتو يهيده مد دياردها الدقال كإزرائيل سيز دبجوغا كغودا نوقويا غزا ما دام إسرائيل يكو ديرو ويدا هول قلبن كتلول كايني سميسو ويران أفر بقول وقوف ايا لدلي تانيا حالي كدي مركي اي دياردها الدقال كإزرائيل اي حجين دو قيمها عركة أفر العتن كساعي لصود عفي صدا يكو ورانتو ورباهين فلسطين حالي إلاي مانتو السنين أفر العتن كساعي لصود عفي أفر بقول أو فلسطينين أيا لقود لوقوية غزة تنو كالدغن إن حالي يوطن دو قيمه دو قيمتي يوغو جنيد تاني تدوبادي أكتوبر مركي دقالادو أي بلادن أي إزرائيل كسميسي وقوية غزة نسمها إزرائيل هبينكي حالي أها أي حدا يقول كالدكتي يوليو مانتو السنين دو قيمتي كوو دا غزة يالغو تلماماين تي يوغو عسلالي يوغو لحو جنيد تاني تدوبادي أكتوبر مركو دقالكا بلادن إزرائيل أيا شكتا إن أي وقتي كومان أي لولكو كودي يدونتو دارها دا دير أوليكو يالو قوية غزة وي أميسنتهي إن دارها سيكونو مالي سنيان كوحاها كدقا لما يقزا أيو كسو هرجيدا إسرائيل ولي وحي مانكا كويسا إن حماس أي كونو مانيان دارها سي وعانا تاريكا انتين إسرائيل قالتا قوارا إن دقاين أي نولكا كونو كتو قوية غزا أيضو ولي بداتكا كونو القزان أو قبطي ساعدو إن قيابتا كونفورتا وو قوران أو قوية إبريان صدق الإسرائيل أي وحي واركتا وقوية ماشا كليا أي كونو مالي سنين حماس ما دام أي كوني رلار هاي هول قردنا عالوكتا إن يكون قاقضو لنعك لحزب الله أي دياردها عندوليها اللحين waxay ku weerartay saldhig ciidamada Israa'il ay ku leeyihiin xadka Lubnaan lama sawirin qasaare ay geysteen Israa'il waxay sheegtay in nidaamka difaaca cirka ay kaga hortagtay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Hezbollah ay ku weerartay gudaha Israa'il oo hawada lagu burburiyay todobaadkii ugu dambeeyay Hezbollah ayaa weerar joogta ka geysanaysay saldhiga ciidamada Israa'il ee xadka Lubnaan iyadoo ku xigeenka hoggaamiyaha Urkan oo maalin ka hor sheegay in la go'doomin doono waa Israa'il la go'doomin doono wajiga labaad galkan oo bilaabay ogaamiya Hezbollah ayaa sheegay in go'doomin ay gelin doonaan Israa'iiliinta ka dagaalamaya xadka Lubnaan wajiga labaad dagaalka ayaa hadda socda Hezbollah waxay xaqiijinaysaa in dagaalka ay ku soo biirtay yiri hoggaamiyahan Hezbollah warbaahinta la hadlay dhinaca kale abdeedkii ugu dambeeyay hadii aan ku soo socono dhaqdhaqaaqa Falastiiniinta ee Gaza iyo waliba guutooyinka Hamas iyo Al-Qassam ayaa hadda u muuqda inay aad u kordhinayaan weerarada ka dhanka Israa'il guutooyinka Islaamiga Jihad iyo waliba sidoo kale Al-Qassam iyo Al-Quds ayaa si isku mid ah u sheegay saacadihii ugu dambeeyay weerar gantaala inay ku qaadeen saldhigii goobo ay ku bidan yihiin ciidamada ciidanka Israa'il ee xadka marinka Gaza oo dhamaantood waxay sheegay in qasaare ay gaarsiin ciidamada Israa'il waxaana ku warameen in ciidamada Israa'il ay jawaab u ahaayeen duqeymahaasi duqeynta wali xasuuqa Israa'il ee ka wado waqooyiga Gaza dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa goor dhow maanta ah shaacisay in dhiigii keydka ahaa
isbitaalka ama isbitaalada ku yaal waqooyi gaza u dhamaareen saacad walba 10 kun oo dhaawacyo ayaa la keenayaa isbitaalka kuwaas oo dhiig u baahan ayadoo codsatay ururka laanqeyrta cas inay dibadda ka keenaan dhiig lagu badbaadiyo dadka falastiiniinta ee dhaawacyada qaba waxa wasaaradda caafimaadka ee falastiin ay sheegtay in isbitaalada gaza ku yaal uu ka dhamaaray keydkii dhiigga dadkana dhiig la'aan ay u dhimanayaan waxina hay'adda laanqeyrta cas ay ka codsatay in dhiig laga keeno dalka dibadiisa dhinaca kale afayeenka ciidanka Israa'iil ayaa wareysi u siiyay laanta afkaas waa laanta BBC da qaybtida Australia wuxuu u sheegay in dilalka ay waliba sidoo kale weeraradii ugu dambeeyay ee Israa'iil inuu ahaa mid dhaawacyo soo gaaray ciidanka wuxuu kale u sheegay in dalalka inta badan diidan dagaalka hadda Israa'iil ku jirta Hamas uu yahay kuwo wadamo dimuqraadiyad aan ka shaqeynin Israa'iil waxay rabtaa wada noolaansho iyo dimuqraadiyad laakiin kooxahan ma rabaan wada noolaansho iyo dimuqraadiyad ayuu yiri kolonyada saddexaad oo ka kooban 20 baabuur oo sidoo kale gargar bini aadinimo ayaa ka gudbay xadka Rafa waxaana la soo sheegayaa in ay gaari kasta oo soo gudbay uu sii marayo bar control oo ciidamada Israa'iil ay leeyihiin kuwaanoo baaritaan ku sameynaya gaariga waxa sidaa oo loo gudbinayo dhinaca falastiiniinta gaar ahaan waqooyiga waa koonfurta Gaza maadaama waqooyiga loo diiday in gargaar la gaarsiiyo bartan control Israa'iil ay ugu talagaleen waxay ku baareen gaadiidka soo galaya kana soo talaabaya xadka Rafa ee masaarida sababta ay ugu baareen ayaa ah inay ka raadinayaan hub iyo waxyaabo kale lagu soo hoos qariyay oo loo wada Hamas tan oo keenta in gaari kasta baaritaan dheeraad lagu sameynayo abdeedkii ugu dambeeyay hadii aan ku sii socono wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in dadka reer Falastiin ay xaq u leeyihiin nolol iyo dal ay iyagu leeyihiin inay ku noolaadaan sida lagu sheegay qoraal lagu baayay laguna muujiyay wada hadallada iyo xabajoojin dhinacyada ah oo bariga dhexe ka dhaqan gashaa wasaaradda arrimaha dibadda ee China ayaa sheegtay in dadka reer Falastiin la joogay waqtigay heli lahaayeen xurriyad iyo wada noolaansho qurux badan macluumaadkii kale ugu dambeeyay waxa qaybka Netanyahu hadda waxa lagu cadaadinayaa inuu iska casilo xilka maadaama uu ku fashilmay si hoggaamintiisa Israa'iil ugu yaraan 3 wasiir oo ka tirsan wasiirada Israa'iil ayaa ka fikiraya inay casilaan maanta Sinina si ay ugu qasbaan Netanyahu inuu qaato go'aan mas'uuliyadda fashilka amni sidoo ay ku warantay wargeyska maalinlaha ah ee ka soo baxa Israa'iil warbixinta sidoo kale waxa lagu sheegay 700,000 Israa'iiliyiinta ayaa aaminsan Netanyahu inuu mas'uul ka yahay waxa maanta ku dhacay Israa'iil ayada 200,000 oo Israa'iiliyiin ay ka barakaceen deegaanada xuduudda ee Gaza iyo Lubnaan waana taariikhda markii ugu horeysay Israa'iil waxay wajaysaa mid ka mid ah ciqaabihii ugu adkaa waxay dhacayaan xilli sirdoonka Israa'iil oo ogaan waayay duulaanka iyo diyaarinta Hamas 7 Oktoobar kadib dhaleecinta ugu weyn Netanyahu loo soo jeedinayo waxa qaybka kow in nidaamka maamulkiisa uu ku fashilmay la socoshada kooxda hubaysan Hezbollah isdiyaarinta waqtiga intaas la'eg ee qaadatay iyo waliba sida weerarkan u dhacay waxaana muuqata cadaadiska Netanyahu inuu aad u xoogaysay Netanyahu ayaa hadda lagu qasbayaa inuu iscazilo oo iscazilaadiisu ku dhawaaqo hadduu iscazili waayana wasiirada ugu muhiimsan Israa'iil ayaa saacadaha soo socda qoraya warqad iscazilaal ayuu ku sheegayaa inay diidayeen la shaqeynta madaxweynaha wasaaraha Israa'iil dhinaca kale kooxda hubaysan ee Hamas ayaa ka digtay duulaan dhulka ah oo isku dayday ciidamada Israa'iil ee ku soo qaada Gaza waxaan la kulmi karaan ciqaab adag uu yiri in ugu yaraan isku daydaa Gaza in duulaan lagu soo qaado waxay ka dhignaan kartaa in xitaa maxabiista aan ka hayn Israa'iil inaan nafsadooda halis gelino ayuu yiri wargeyska New York Times oo soo xiganay mid ka mid ah ururada hoosaysan ee Hamas ee Falastiiniintu ay leeyihiin dhinaca kale Masar ayaa si weyn kaga carootay gantaaladii iyo waliba sidoo kale taangiyada Israa'iil ee shalay gudaha Israa'iil la dhacay taangiyo culus masaarida ayaa sheegtay in baaritaan ay ku sameeyeen doonto taangiyada Israa'iil ee rasaasta ku furay gelinkii dambe shalay xadka masaarida halkaas oo ugu yaraan 9 askari oo ka tirsan ciidamada xuduudda ee masaarida ay ku dhaawacmeen hadal ka soo baxay ciidanka masaarida ayaa sidoo kale lagu sheegay in markii Israa'iil ay muujiyeen siday kaga xuntahay dhacdadan ay keentay in Israa'iil masaaridu xugaa dabac ay ka muujiso Israa'iil ayaa ku qasbanaatay in durba raali gelinaysiiso Masar oo ay ka raali geliso taangiga rasaasta ka dhacday oo ay ku qeexeen inuu ahaa shil dhacay waxaa sidoo kale la sheegaa in arrintan ay ka dhalatay markii isku dhacyo taangiyada Israa'iil ah argaga Shiinaha ee Bariga Dhexe ayaa sheegaya in Beijing ay u aragto xaaladda Gaza mid aad u daran tan qatar ugu jiri karta inay ku fido gobolka oo dhan Beijing waxay sheegtay xaaladda Gaza
كسرت إن بريغة دحية سامين كرتو شينو وحو ديارو يهي وحكستو عرمهاني لغوحة اللين كرو وحكستو كو هبون أيو شينو كقب قادانيا لكن وحا إيمو قطا حالدن إن بريغة دحية كوفي دي كرتو وحيابها غزة كسر عانيا وغيران أفر بقول أو فلسطينينا يا لغود دي لغزة تاني يدو قيمي أفر لغتن كي ساعي لصود عفاي إزرائيل وحا موقطا إني كوريني سدو قيمة حق عركة لدعا كيلو زير كارمها دي بدأ إزرائيل يا حد دليعي وركا شيغي إن جون بايدن إن نتنياهو إن يكوه شيين إلا جوجيا وإن لجوجتيا غرغار كا غزال لغارسيني وحوشيغي إن لو بحنا إن غرغار كاسي لغوبة دوشو محابيستا تربال كا إزرائيل حماس غعانتو كوا يسون محابيستي ويهيستان غرغار روان غارسيني نا ما هوح لعقبالي كرايو الوزير كا أميغا إزرائيل هيداها غرغار كا قرمد مدوبي فلسطينين تا يا بينيي إن لمان بحارومها وقويا غزاح أي حد كدقان غالي باقي إزرائيل إيها إني كبحان إزرائيل يا أمرتي هيداها قرمد مدوبكو لعافمات كشقية إنس كبحان وقويا غزا إن أقوران كونفورت غزا ما دامه وقويا للك لديه دونو لكن قوان كاسي مدقان غالي أبليد كي يقدم بي يا صاحب يالي نلو داقني معلومات كنوحي كالكوسو كرره إذا عدينا كلا عاويا كوفا فهين دوننا